السلام عليكم خوتي اخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ الاحوال طيبه ان شاء الله. هذا الفيديو يلقاكم على خير وبخير. اليوم عندي لكم واحد الاعمال يدويه بهذا الديكور زوين، هذا المنظر الجميل. هاد الاعمال اليدويه كنعملوها بواحد الطريقه سهله زوينه، ماشي حوايج اللي مبسط، يعني ما كيكلفوش بزاف الفلوس كما دايما تنقولها. يعني بحال هاد الشيء راه ما فيش زعما شي حاجه، غير هو بالنسبه للي بغى يشتغل في الدار ويدير هذا الشيء، يصيب به مثلا الخزانه ديالو، ولا في الحمام، ولا في الكوافوز، ولا المهم في اي بلاصه يقدر يزوق المنزل ديالو بهذا الشيء. وكنتمنى انكم تشاركوا هذا الديكور هذا مع الوليدات ديالكم، وعلى بركه الله ان شاء الله انتم غتشوفوا معايا انا باش كنخدم. ما غتشوفوا هادشي انا باش غادي نخدمه ان شاء الله ونشاركه معاكم. ونتمنى ان شاء الله هاد الفيديو يعجبكم وديروا كما قلت لكم. المهم هو ديكور زوين جميل بهاد الوريدات، و ما كيطلبش واحد شويه ديال الفوال ولا داك كنقولوا ليه حنايا الشبكه رقيقه، وشوية ديال دوك اي دونتيل، فيه موزون، فيه هذاك تزوقو به اي حاجة. هادشي كان عندي موجود في الدار، انا ما كنت شاريها من قبل، فعجبني هاد المنظر قلت ان شاء الله نشاركه معاكم، نشاركه مع الحباب ديولي. وان شاء الله ديما الجديد، ديما ان شاء الله نعطيكم الجديد حويجات اللي هي من كتكون حاجة انها من كتلح في الزبل ريسايكل، وهذا علاش ما نديروش بها واحد الحاجة اللي ها هي مع القرعة ديال البوديزة ديال الماء. كنقطعوها من الفوق، هانتوما غتشوفوا معايا. كناخدو هاد الموس هذا اللي غادي نقطع دائرة باش ناخد هذاك الفوق ديالو، هو اللي غادي نستعمل فيه. فبالنسبه لهذه راه كانت عندي، وانا استعملت لكم واحده اخرى باش نوريكم كيفاش انا غادي نخدم هاد المنظر هذا، هاد الديكور الاعمال اليدويه اللي هي حاجه اللي هي الانسان يقدر يجلس يضيع فيها الوقت يعني، وكيستافد منها، يعني شي حاجه اللي يستافد منها اي واحد. وكما قلت لكم غادي نقاد هاد الدائره، كنحاول انني نشوف باش تبان لي ان هي مقاده. غادي نجيب هاد باش نقطعها، وقلت ما قلت لكم نقطعها انها تكون مقاده مزيان باش في الخدمة ما تجينيش عوجة، ما تجينيش يعني هكا. وحتى بالنسبة للبيستولي كنتمنى انكم تخدموا بهذا البلاستيك، انا درت البيستولي فما كنتش خصني نديرو اللصقة احسن، اللصقة اللي كتلصق لينا هذا، لان ملي كنديرو البيستولي مع البلاستيك يقدر يعوج لينا. انا كان عوج ليا في وحدها، كنتمنى ان من الفوق زعما في البلاستيك ما ديروش هذاك بيستولي، غير هو ملي درته في واحد الديكور كان انه منها بحال هذا نيت عواج. كنت من انا نديرو اللصق احسن. غادي نحيد هذيك اليد ديالو. المهم بلا انا كنشرح لكم، واخا كتشوفوا الصوره هكا في الفيديو، المهم كان واخا سمحوا لي الا كنت كنهضر بزاف باش نشرح لكم مزيان بالتدقيق. غادي نقطعوا بهذا، المهم جبت على المقص ديال الضفار ولا لا. نحيد هاد الدائرة تا هي اللي كانت لاصقة فيها اليد.
كنشوف واش هي مقدم، ملي كنلقاها مثلا عوجة كنحيي دوك الجوانب اللي هما زايدين، كنحاول انني نقاد هذوك الجوانب اللي زائده باش النقطه ما تجينيش غليظه من الجنب من اليدين، كنحاول انني نقص هذاك كنجيب هاد ستراس هاد اللي هو بالحجر، اي حاجة بغينا نديروها يا دانتيل يا فرنجة اي حاجة عندنا نقدروا نزوقوا بها، تكون سينتا كما كانت كما اي لون بغيتوا تزوقوا بيه اللي بغيتوا نتوما بالشهوة ديالكم اللي بغيتوا كديروها يعني. كنتمنى ان ولا كانوا الوليدات يخدموا معاكم ولا كتخدموا بهاد البيستولي دائما، كنقول لكم حاولوا انكم تبعدوا عليهم لان راه كيحرق، حتى بالنسبه للواحد ملي تيبدا في البدايه راه هو صعيب في الخدمه كما دار معايا انا في الاول، كنت صراحه دائما انني ذا بدا ما غنتحرق من يديها وحويجي، شحال من مره تحرقت وتحرقوا لي حويجي، ف صعيب شويه لما نحاول الانسان انه ملي يسخن يحيد البريز باش ما يسخنش بزاف، قد ما بقى في البريز قد ما تيبقى سخون، ممكن نحاولوا ان ندوروا كل هذاك الدونتيل هذا ستراس على هاد ليد البلاستيك، وهادو راه حوايج كما قلت لكم اي حاجه بسيطه ديروا منها حاجه زوينه، تكون حاجه كما كانت تحاولوا انكم ديروا شي حاجه زوينه بيه. هادشي والله الا العيره انا عا هكاك اعتنضت وبديت كنصايب فيه زعما صراحه، راه عندي كل شيء مقرب لكم شفتوه المهم احنا غلفنا هاد البلاستيك بهذا الطرف ديال التوب، المهم تحبوا انتم ديروا اللي بغيتوا، اي توب ساتان في هاد المبرة الرقيقة باي حاجة تقدروا ديروها، المهم كنثبتوا هذاك المبرة كنحاول اننا راح يتعرفتو شنو بينا ان هذاك التوب مع البلاستيك ما كيشدش، كيحاول انني راه داك البيستولي كيسخون كنحاول انني نثبت، تنيتو تبرد شوية باش كنتبت وكندخلو مزيان باش يجي ما يمتقد ليا هدوك الجوانب، ما نخليهمش ندخلهم لداخل، انا كنلصقو كندخلهم باش ندخلهم مزيان ما يبقوش خارجين، نلصقو بداك بيستولي
غادي نشوف الدونتيل الى اي حاجة تقدر تجيني في هذيك في هذيك اليد ديال باش نزينوها وداك الشيء. فغادي ناخد شي دونتيل اخر اللي غادي يجي معها باش تعطي واحد المنظر جميل. هذا غادي نديرو هذا. المهم غادي نلصقو هاد الدونتيل في اليدين، هاد اليد ديالها. المهم راه غنحاول انني ندوز هاد بيستولي هكا. غادي نلصقو هاد الدونتيل ونثبتو باش تلصق لينا. تجي منظر زوين بحال شي سليلة، بحال هادي. تقدروا كاع تقدروا ديروا فيها الدراجي، ديروا فيها مثلا شي بحال شي لعبة صغيرة، مثلا شي دب صغيوار ولا شي حاجة ديروا فيها تاهي داك الحلويات الفانيد وداك الشي بحال اي حاجه في شكل شوكولا وداك الشيء، فتحطوهم كم ديكور وداك الشيء وديروا واحد. المهم شي حاجه مثلا، كاين بزاف د الحوايج تقدروا ديروهم. تقدروا ديروا داك الشيء ديال الديكور ديال الحمام بحال داك الصابون صغير، ولا شي ديكورات لوشان ولا شي حاجه. تقدروا حتى تعمروا بيهم هنا وتحطوهم كديكور في الحمام. دابا ناخد انا الالومنيوم وغادي نشدو نحطو لداخل باش غادي نكمشو هكا نجمعو. وغندير ليه غادي نشوف باش يجيني تما هكا. غادي ندير ليه واحد شويه ديال، حاول انني نلصقو بدك بيستولي من تحت باش يلصق، باش ما تقلعش الا مثلا بغينا بقى باش يتبت لينا من غنديرو فيه دوك الوريدات. غادي المهم الحاجة الوحيدة اللي انني كنوصل لكم ان عير بالنسبة للحاجة ديال الزبل اللي غنلوحها، يعني مثلا الحاجة تكون في الزبل اللي غنقدرو نديرو منها شي حاجة، وهذا نقدروا نديروا نخرجوا منها شي حاجة اللي هي، فهمت؟ هذا هو الحاجة اللي كنبغي انني نوصل، لان راه بزاف الحوايج كنقدروا ينفعونا ولا نديروا بهم شي حاجه. وهذا انا غادي نجيب هاد الوريدات. فهاد الشراير كان عندي، ماشي شريته انني عندي في الدار، فانا قلت نصي علاش ما نصيبش بهاد الشيء. وانا غادي نحاول نشاركه مع الاخوات ديالنا الاحباب ديالنا. غادي نعمر هاد السليلة ديالي. غادي نعمر هادي كلها. ممكن ندير وحدة في الغوز وحدة في الحمر. المهم هادو كانوا عندي، اش
شاطو من شي حاجة كنت استعملتها، فأنا اليوم احتاجيتهم لأن ما بقيت محافظة عليهم باش النهار ديالهم باش نصيبهم. كل حاجة كتجي في الوقت ديالها. المهم بالنسبة للناس اللي كيدخلوا عندي القناة ديالي، تنقول لهم يتابونا ويضربوا الجرس باش ديما يطلع لهم الجديد، ومرحبا وألف مرحبا كيف ديما. الناس اللي كيكتبوا لي في الكومنتير ديال كيشكروني اللي كي عجبهم هادشي وكيكتبوا لي، كنقول لهم شكرا من هاد المنبر، وديما غنعطيكم الجديد. كنتمنى كما قلت لكم حاولوا انكم تجمعوا وليداتكم وتصيبوا معاهم هذا الشيء وتفرحوا من الولاد، راه عزيز عليهم هذا الشيء، فهمتوا عايزين عليهم يبقوا يخدموا هذا الشيء، يكونوا فرحانين انهم ما يديروش حاجه زعما مع الاهل ديالهم وهذا. انتم شوفوا كيفاش كتبان المنظر، يعني والله زوين وهذا. المهم انا كما كنقول لكم كندير شي حاجه كتعجبني ويعني كتجي زوينه، وحتى انا كنفرح انني درت شي حاجه، فهمت، وكنفرح انني درت شي حاجه اللي هي من والو كتديري منها شي حاجه، زعما شي ديكور وهذا، الله كتجي زوينه وكتعطي منظر. كنكمل هاد الشي ديالي، كنكمل هاد الوريضات، نعمر هادي كلها نعمروها، اماكن الفارغة نخليوها زعما نعمروها بالدك الوريضات اللي عندنا، نخليوهم خاويين ميبانوش زوينين، كنحاولو نزينوها. كنثبت هاد الوريضات ديالنا، مشيت انني جبت واحد الدانتي غادي لا وريدات، هادو اسمح لي وريدات، وغادي ندير لي واحد الدانتي اللي نقدر نديرو في التحت. المهم هادو كنقطعهم هاد الوريدات صغيورين، كنحاول نعمر بيهم هادوك الاماكن الفارغة حيت ما بقاوش لي هادوك الكبار، كما قلت لكم هادو غير كانوا عندي يعني شاطوا ليا من شي حاجة، فقلت طاحت عليا انني نعمر بهم هاد السليلة ديالنا. شوفوا انتم كيفاش جات، منظر جميل وزوين. غادي هذا الدونتي لهاد بحال الدولار صغيور مزوق يعني، فهذا هو كيتباع عندنا في واحد ستور دولاراما، كيتباع عندنا التشكيلات بزاف. فدابا هما سادين ما فاتحينش، يعني ماشي في سادين غير هما مانعين ما يتباعش هداك الشي،
فمع الكوفيد الله يبعد علينا وصافي، الله يدينا شي تواد الخير وصافي. فهاد كانوا عندي موجودين، انني كما قلت لكم ملي كناخد شي حاجه كنخليها، كنقدر نحتاج شي حاجه ولا هادي شي مرات غادي يجي بيهم هاد المنعدر، كيجي زوين، هادو كيجيو زوينين. كنحاول انني نثبتهم مزيان، كنلصقهم نكمل هادشي ديالي. المهم كملنا على قطعتو باش جا واحد المنظر جميل بالنسبة لداك الدوق. شوف كيفاش جا، جبت واحد بحال دونتيل صغير صغير، غادي نشد بيه لتحت باش من بغيت ندير الاخر ساعة يجي مشارجي بزاف، فقلت ندير شي حاجة اللي صغيرة هاد بحال سنيسلة باش نديرها من لتحت باش تجمع لي هاديك لتحت ديال هاد القرعة باش تجي باينة. هتعطيها منظر، شوف كيفاش دايره، ما نقولش لكم هذاك الديكور زوين جغزال. غادي نعاود نحط هذاك الدونتي الصغير بحال السنيسله هو داير، غادي ندوره على جوج مرات، غادي نثبته بحال هكا وغادي ندور. شوفوا كيفاش كيبان، واحد المنظر جميل والله العظيم، الا كيبان زوين شي واحد دابا تجي يشكر راسو زعما. لا والله كنقول صراحة زعما جات زوينة هاد الديكور هذا. غادي نعاود ندورها، المهم كملناها. هي شوفوا كيفاش جات، كما كنقول لكم عطيونا رايكم في الكومنتير، ردوا قولوا لنا شنو كاين، واخا كاين اللي ما كيبغيش ده
واش عجبتكم، واش زوينة، كيفاش جات. انتم شوفوا، المهم هي بعد ما سالينا شوفوا كيفاش داير، لان درت هادي وسمحوا لي في الفيديو ما عرفتش كيفاش ما تسجلتش لي هادي، كنت سجلت صيبت على اليد ديالها، ولكن باش بديت ما عند بالي كنسجل وقف الفيديو ما عرفتش علاش، سمحوا لينا. فهادي بالستان ودرت فيها هاد الوريدات بالبيض وبالزرق، هانتوما شوفوا كيفاش جات، وغلفت بهذا الفوال من الفوق، ودرت واحد الحجيرات اللي شدوا لي هذاك الفوال، وقادو من درس تقريبا يعني غير فمختلفين غير في هذا، فهم نفس الخدمة ونفس القرعة البوديزة، الراس ديال البوديزة ديال الماء، وكذلك كنعمروها حتى هي بالالومنيوم. ومن اوف قلت لكم الا بغيتو ديروا مثلا فيها ديكور ديال شي يعني داكشي ديال الدراجي، كما قلت لكم داكشي الديكور ديال الحمام. المهم كنتمنى ان هذا المنظر الجميل يعجبكم، نتمنى انكم تشاركوا مع الوليدات تاعكم في البيت، والسلام عليكم وشكرا. كنتمنى ان شاء الله ديروه وتردوا عليا، ثم شوفوا يعني منظر عجيب وجميل. شوفوا هذه كيفاش جات، هي يعني لتحت ديال الارض ديالها عمرت درت ستان، وعاد درت هذا الفول بهذا الازرق اللي هو بلوسيال، ما كنظن بحال تركوا، بحال الزرق بحال تركوا يمكن. والوريدات انا درتهم في البيض ودرت لهم الزرق اللي باش يجيو مع هاد الفوال اللي كاين. وكتقدروا ديروا بزاف 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 الانواع زعما باش نشكلوهم زعما، راه بزاف غير. ها هي كيفاش جات، عاودت عاوتاني في الفيديو. المهم كنتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا المنظر، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا لايك لايك تلاو، يلا السلام عليكم.